يعطيكم العافية يا سادس. اليوم رح نبلش بضرب الأعداد الصحيحة. أول إشي يا سادس، عشان أضرب عددين صحيحين لازم أنا أكون حافظ جدول الضرب. جدول الضرب مهم في ضرب الأعداد الصحيحة. أول إشي هون حكي لي جد ناتج كل مما يلي. شوف ألف، 7 ضرب 4، إحنا بنعرف إنها 7 ضرب 4 تساوي 28، أخذناها بصفوف سابقة. خلينا نشوف با. با تحكي لنا 9 ضرب 2، إحنا بنعرف إنها 9 ضرب 2 تساوي 18. بنلاحظ يا مس بألف وباء كانت الإشارات متشابهة، يعني 7 موجبة والأربعة موجبة طلع عند الجواب موجب. بباء 9 موجبة وال2 موجبة طلع عند الجواب موجب. إذا نقدر نستنتج القاعدة الأولى في الضرب إنه إذا كانت الإشارات متشابهة إذا الناتج رح يطلع موجب. سواء كانوا 2 موجبات رح يطلع الجواب موجب، أو إذا كانوا 2 سالبات رح يطلع مع الجواب موجب، يعني إشارات متشابهة ناتج موجب في عملية الضرب. نشوف جيم. جيم بحكي لي 6 ضرب 2، العددين إشارتهم سالب يعني متشابهين بالإشارة حينتج عندي الجواب موجب، و6 ضرب 2 12، ليش موجب؟ لأنه العددين متشابهين. نشوف دال. دال بتحكي لنا 9 ضرب 3، 9 ضرب 3 إشارات متشابهة إذا الناتج موجب، و9 ضرب 3 27، موجب 27 لأنه العددين إشارتهم متشابهة الناتج موجب. خلينا نشوف السؤال أو مثال 2. مثال 2 بحكي لي أول واحدة 3 ضرب 7، 3 ضرب 7 إذا بنلاحظ هذول عددين إشاراتهم مختلفة. دائما في عملية الضرب إذا كانت الإشارات مختلفة بكون الناتج سالب، سالب في موجب سالب. و3 ضرب 7 21، ليه الناتج طلع سالب؟ لأنه الإشارات عندي مختلفة. نشوف با. با بحكي لنا 6 ضرب 2، إشارات مختلفة دغري بحط إشارة سالب، إشارات مختلفة الناتج سالب، و6 ضرب 2 يساوي 12. نشوف جيم. جيم كذلك 25 ضرب 3، إشارات مختلفة بنحط الجواب سالب دغري، و25 ضرب 3، 5 بـ3 15، و1 بالياد، 3 ضرب 2 6، و1 7. إذا الناتج سالب 75 لأنه الإشارات مختلفة. نشوف الأخيرة. الأخيرة بتحكي لك الإشارات مختلفة دغري بضع إشارة سالب، و24 ضرب 3، بحكي 3 ضرب 4 12، و1 بالياد، و3 ضرب 2 6، و1 بالياد 7. إذا الناتج سالب 72 والناتج طلع سالب لأنه عندي الإشارات مختلفة. إذا أخذنا القواعد إنه الإشارات مختلفة سالبة، الإشارات متشابهة موجبة. أنا بدي أعطيك طريقة أبسط في عملية الضرب من حفظ القواعد. دائما الوجه عندي العيون سالب والثم موجب، لما أجي أضرب عدد سالب في عدد سالب شو ضل عندي؟ موجب. سالب ضرب سالب، المتبقي موجب معناته الناتج موجب. طب نشوف سالب ضرب موجب. سالب ضرب موجب إذا الناتج رح يطلع معي سالب، إشارات مختلفة الناتج سالب. نشوف لو كانت موجب ضرب سالب، موجب ضرب سالب إشارات مختلفة رح ينتج معي السالب، وده بنلاحظ من الوجه إنه المتبقي معي سالب. إذا هذا الوجه بقدر أستفيد منه في عملية الضرب إذا أنا ما كنت حابة أحفظ قواعد ضرب الأعداد الصحيحة. إذا يا سادس تعلمنا ضرب الأعداد المختلفة الإشارة بيعطيني الناتج سالب، وضرب الأعداد متشابهة الإشارة بيعطيني الناتج موجب. إذا بعد ما خلصنا ضرب الأعداد الصحيحة بنقدر يا مس نحل سؤال 2 صفحة 25 كواجب بيتي. ويعطيكم العافية.